رح نروح سلمى لمحطة، وموضوع يمكن كتير مهم كتار منا اليوم. بتلاقي بسبب الظروف الاقتصادية والمعيشية أي حدا اليوم عم يحاول يمر لإله مشروعه الخاص، بس دائما في مخاوف وقلق بترافق هيدا الشخص اللي عم يقوم بهيدا المشروع. مع البداية بفكر الموضوع ممكن يكون معقد صعب، في خطوات يمكن بترافقه هي طويلة. احنا عم نحكي عن دراسة مشروع، مش فقط الجانب المادي، أكيد لازم يكون في دراسة وبعض الخطوات لازم أنا فعليا بلش فيها. صحيح نور، يعني الموضوع ما بيقتصر انه انا يكون عندي مثل ما بيقولوا شويه مصاري او ميزانيه، اذا قررت انا بدي اعمل مشروع خلاص انا معي شويه مصاري معناته انا اموري جاهزه. لا، الموضوع مو بس مادي، في كتير امور وخطوات تانية لازم اي حدا مقبل على مشروع جديد انه هو ياخذها بعين الحسبان. منها دراسه الجدوى، منها ايضا معرفه هل انا قادر على اني استمر، هل المشروع هذا له ديمومه، قد ايه انا ممكن لازم حافظ على راس المال، كيف لازم زيد راس المال، شو المطلوب، وكثير تفاصيل اخرى اليوم رح نتعرف عليها اكثر مع ضيفنا اكيد بالاستوديو مدرب التنميه البشريه الاستاذ سليم الكسم. صباح الخير، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه، تحياتي. صباح الخير. يعني بداية فكرة مشروع خاص هي عم نشوفها هي الفكرة سائدة بشكل كتير كبير بالسنوات الأخيرة وخصوصا بالشباب، بس بتلاقي الشخص قلق شوي أو عنده بعض المخاوف، وهيدا حقه أنه أنا ممكن أكمل ولا لا، ممكن أفشل، ممكن يكون في خسارة كبيرة، لأنه الموضوع لا يقتصر على الجانب المادي، في خطوات أساسا الدراسة كيف رح تكون صحيحة. خلينا نحكي أي حدا بده يبلش بداية المشروع والمشكلة المحيط ما كتير بيدعمك، يعني أنت رح تعمل مشروع أنت أكيد، فدائما بيكون في عنده حالة قلق وتوتر. كيف أنا فيني بلش فعليا بمشروع ضمن الخطوات الصحيحة السليمة؟ مشروع يعني فكرة، تمام؟ صحيح. يمكن الناس كتير بتأكد أو كتير بيحكوا مشاكلهم، تمام؟ دائما أي حدا بالعالم سواء عالميا أو عربيا، أي حدا بيأكد على أي مشروع ناجح، المشروع الناجح طلع من مشكلة. فأفكار المشاريع الناجحة هي أصلاً مشاكل. فمشاكلنا هي مشاريعنا. هو هلأ كله بده يعمل مشروع لأنه في أزمة مادية عند الكل. يعني مشاكل. مو مشكلتي أنا بدي حل مشكلتي المادية. بدي حل مشكلة ما. فالفكرة الأساسية أنا بروح بلاقي شيء معين عند الناس هو احتياج واحد. فلما بلاقي هذا الاحتياج بحاول سكره، فلما بغطي تمام، فالناس بالتالي هذا الاحتياج ممكن يستعدين يدفعوا له مصاري، ممكن ياخذوه، ممكن يطلبوه، تمام. خليني ارجع خطوه لورا قبل ما افوت انا بهذا الاحتياج، بدي اسال حالي السؤال، انا شو بعرف، تمام. فالساحتين اللي كثير مهمين لازم ادرسهم، شو مهاراتي، انا شو بعرف، اثنين الناس شو محتاجين. هلا انا بعرف ساوي هي الشغله، دائما الشيء اللي انا بعرفه اذا بلشت ساوي كلما زاد استخدامك لما تملك زاد ما تملك لاستخدامه. فبالتالي مشاريع طبعا يمكن تكون الناس مو رابطه ببعضها، حتلاقي هلا مثلا صبيه تدرس عماره، بالعماره في شيء فني، فراحت مثلا مساويه مشروع مساوايه كياس لطيفين، صبيه عم تدرس مثلا طب اسنان، راحت ساويه طارات فيهم شيء فني، لانه هن الفن، فبتاخذ جزئيه من دراستها من خبرتها بتعمل شيء ثاني وبتعمل شيء ثاني منه. هذا رقم واحد. فكتير مهم انا اعمل دراسه لإلي قبل السوق، دراسه لذاتي، انا شو بعرف، انا شو عندي لاقدمه، لانه اذا انا ما بعرف ساوي هذا الموضوع، طبعا كثير من الناس اللي عندهم معرفه بالتوظيف انا فيني وظف الناس. هلا بعدين ببلش انا ادور الناس شو محتاجين. كل المشاكل اللي عم تصير معنا هي بدها تغطيه، فانا بدي بلش هدول سكرهم. هلا كثير من الناس بيقول لك انا بدي فوت بمشروع عمري، فوت كبير، بلش كبير وبدي انتهى كبير، انا بدي اترك كل شيء، بدي اتفرغ لمشروعي. لا تتفرغ لمشروعك، لا تترك كل شيء، طول بالك. كثير مهم، كثير مهم تحسبوا الخساره قبل الربح. طبعا دراسه الجدوى الماليه، تمام، كثير منا نحن بيقعد من الشاب من الشباب، انا بشوف بقعد انا وشاب من الشباب بيقول لي استاذ رح نساوي هيك فبنلحق كذا قطعه، اذا بعناهم ربحنا هيك عمر بيت وسياره ونحن قاعدين خمس دقائق. طيب بس سؤال استاذ سليم، عند دراسه الجدوى نحن بنقصد فيها فقط شو انا رح اخذ ماديا من هذا الموضوع، او دراسه الجدوى يعني بتفصفص المشروع لحتى نقول هذا المشروع في له سوق رح يستمر مثلا 100%. خمس سنين لقدام. في ناس مثلا بوقت كورونا مثلا عملت مشروع كان بوقت كورونا شغال، انه انا وصل شيء معين، عندي شباب بيوصلوا طلبات، ناس اخترعت كمامات معينه وما الى ذلك، شفنا افكار طلعت بكورونا، بس بعد كورونا الناس ما عاد يعني من اهتمامها هذا
الموضوع. فدراسة الجدوى شو بنقصد فيها بالتفصيل؟ طبعا دراسة الجدوى هي عدة نقط معينة. رقم واحد التكاليف. أنا التكاليف وتكاليف الاستمرار. كثير من الشباب بيقول لي بعدين بيتفاجئ لواقع الكهرباء. أنا كثير بدي أخذه بعين الاعتبار. تكلفة الكهرباء هي تكلفة أساسية. صح. تكلفة النقل والمواصلات، تكلفة التواصل، تكلفة الوصول. فأول شغلة بدي أحسب تكاليفي، رقم واحد. رقم اثنين بدي أحسب منافسيني. يمكن أنا فوت على سوق فيه حيطان، هدول الحيطان ما حيسمحوا لي بالنهاية. السوق سوق يعني أساسي، في السوق مفتوح وحقه. فأنا بدي أدرس مين منافسيني. كثير مهم تعرف مين عم يشتغل مثلك. تمام. طبعا كثير من الناس بدهم نفك، يعني ما بعرف، مربوط الإبداع والاختراع بالريادة الأعمال. ريادة الأعمال ليست إبداع واختراع فقط. تمام. التقليد والتطوير هو أساس الإبداع. تمام. يعني كثير مشاريع حنشوفها ستارت أب كثير حلوة بالشام وشغالة، هي مشاريع عالمية مرسوخة بالحرف. طيب شو الإضافة لما أنا بوائمة خليها ملائمة؟ لما بدرس سوقي في شيء نسميه نحن تحليل الفجوة. تحليل الفجوة، شو الشقف يلي المنافسين ضوعينه؟ شو الشيء اللي رايح من المنافسين؟ ممكن أنا عندي مطاعم كبيرة، طب المطاعم الكبيرة مو فاضيين يوصلوا، فأنا في فجوة صغيرة للتوصيل فيني فوت وأعمل هون مشروع. طبعا يمكن ما يكون المشروع بزنس كتير كبير، خلينا نقول مشروع صغير. طبعا الفرق بين ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة هو النمو. فأنا إذا جبت بسكليتي، أنا عندي بسكليتي، بعرف سوق بسكليتي وأنا ظريف ومعي موبايل، فانطلقت من الموجودات تبعاتي، درست محيطي. نحن والله أخي ساكنين بالمشروع في 4-5 مطاعم والبيوت بنايات عالية وبعد شوي، فبدهم بسكليت، يعني هنا أبعد من مشي يعني وأقرب من سيارة. صحيح. طب أوكي، أنا أخذت هذا هذا وزعت رقمي، هذا كان كثير شباب يساووا، وزعت رقمي على بيوت، صرت أنا شوي لطيف. طيب صاروا كتار، صاروا 25 شاب، صاروا 30 شاب، صاروا كتار، الناس عم تتعلم من بعضها. إيه أنا حضيف، أنا بتواصل أحلى، أنا بتواصل أفضل، أنا بتواصل أكثر. لما أنا بحلل سوقي بعرف فجوات كل المنافسين. فبيصير عندي ليستا للنقاط اللي فيني ضيفها. إذا ما عندي نقاط إضافة بتاكل بالسوق، وأصلا مشروعي ما بينشر. تمام. فكتير بهمني لما أنا بعمل هذا تحليل الفجوة. تمام. أهم من المالي، الناس كتير بتأكد على المالي، والجانب المالي تقريبا هو أقل شيء يدرس. تمام. لما بيكون عندك أنت عارف فجوة صح، عم تغطيها صح، بتعرف تسوق صح، فبالتالي بتجيب مصاري، بتجيب مال. تمام. أي مشروع ممكن تلاقي، أنا طالبة كيمياء، طيب دفعتي كلهم عم يساووا صوابين ويساووا معاجين ويساووا كريمات ويبيعوا. طيب أنا شو بدي أضيف؟ يمكن نضيف باكيج معين، يمكن نضيف العلبة بطريقة معينة، يمكن زيد شيء معين، يمكن أنا أعمل صفحة على الفيسبوك وأعمل توعية، فأنا حأشرح هدول الشغلات. أنا عرفت شو عم ينقصوا، يعني ممكن أنت قاعدة دائما الشباب بيحكوا فأنه أي والله الأخي المول الفلاني ما بيشرحوا عن القصة الفلانية. رابو لقطة، فوت اشرحها بالقصة الفلانية وبيع، بتعمل ستارت أب، بتعمل أنت مشروعك. الفكرة ريادة الأعمال، الفكرة فيها هي النمو السريع. كيف بيصير النمو سريع؟ لما صارت أبليكيشن موبايل، تطبيق موبايل، فبتنتشر القصة بسرعة. طبعا اليوم عندي أنا كل فكرة مهما كانت بسيطة. طبعا الشباب مثلا، خليني أخذ جديد الحمد، بتلاقي بالهندسة كل سنة عشرات الأفكار، المعارض كتيرة، معرض المشاريع الموجود، معرض المعلوماتية، مشاريع ضخمة. من شيء 3-4 سنين شباب بمعرض الباسل شاركوا بصندوق حديد وشوية شغلات بيساوي إني نتظر. هي السنة من 3-4 شهور عم بتفاجأ موجود بمول مزة اختراع كامل يوازي الاختراعات العالمية، برمجة شباب سوريين، بتحط القنينة بختار تركيبة القطر اللي بدي اياه، كبسة زر بيصير شيء عالمي حقيقة. شباب مساوينه بالشام، اختراعات كتير ضخمة بلشت من الشام. طبعا شباب هلأ موجودين بهي الظروف بهي، هتلاقوا عشرات، انزلوا على المعارض هتلاقوا عشرات الأفكار موجودة. كيف فيني حولها لبزنس؟ رقم واحد بدي أشوف شو الثغرة اللي الناس اللي حواليه ناقصينها، فبدي فوت غطي هي الثغرة. تمام. دائما فكرة أي مشروع بالدنيا هو مشكلة عم غطيها بحل. إذا أنا ما عندي حل للمشكلة فأنا أصلا ما لي وجود. تمام. لما بتعرفوا المشكلة فبتعرفوا الحل، ففيكم تغطوا. برجع بقول لو في كتير كبار بالسوق أنا بعرف شو المستغرات الصغيرة اللي هنا مضوعينها. هذا بيسموه تحليل الفجوة، رقم واحد. رقم اثنين، أنا إذا حللت الفجوة، هل اللي أنا حأدفعه حيجيني مصاري؟
طب يمكن انا ضل 3 سنين او 4 سنين ما يجيني مصاري، تمام؟ انا هل قادر اكل واشرب؟ فكثير من الشباب يقول لي حاترك وظيفتي واتفرغ لمشروعي. وقف، عادي تكون موظف انت عندك مشروع، عندك مشروع. عادي، بالعكس انصح بشده اياك تفتح مشروعك الخاص قبل ما تتوظف. انت بالوظيفه بتاخذ مهارات تواصل، بتاخذ مهارات اداريه، بتعرف شو يعني اداره راس المال، بتعرف شو يعني اداره المصاريف، بتعرف عن اداره الانفاق، هذا كله بتتعلمه اسف على حساب غيرك. في فرصه رائعه ببلدنا، يعني هلا في شغله كثير حلوه هي المشاريع التطوعيه. اليوم المشاريع التطوعيه هي مكان رائع جدا 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 لنتعلم ليعلمني. طبعا الشغل والتطوع بيبني لي شبكه العلاقات. اي حدا حيبلش بمشروعه زبونه الاول هو مين؟ هو اخوه وخاله وخالته وعمته. كثير من الشباب محيط. تمام، دائره المحيطه. كثير من الشباب بيقول لي انا عندي مشروعي بس اخي ما بدي اقول لاهلي، ما بدي اعتمد على اهلي. لا، اعتمد على اهلك، هن الناسك، لانه التسويق هو ثقه. اول ما بتبلش طبعا دائما الفكره المتكامله هي انا حللت سوق فعرفت الفجوه، لما بعرف فجوه رح استخدمها بعدين بالتسويق. لانه هي اساس شغلي، هي راكب مشروعي على هي الفجوه. فراكب تسويقي على هي الفجوه، انا دائما عم بهرج على هي النقطه. يعني مثلا ناخذ شركات التوصيل التاكسي، طب في اوبر، في كريم بالعالم، نحن عندنا شركات كلها مشكوره عم تاخذ فكره انه نحن بثقافتنا، نحن بمجتمعنا، فهن ضافوا فكره انه نحن ببيئتنا، نحن بمحيطنا، فهن عملوا اضافه. ليه؟ لانه عرفوا انه المشروع اذا انتسخ مثل ما هو، وكثير مشاريع انجابت عالميا انتسخت مثل ما هي بدون اي اضافه، اي قيمه اضافه، يفشل طبعا، ورغم بيكون مبخوخ عليه اموال مذهله. تمام، فالمال ما بينجح مشاريع، الافكار هي اللي بتنجح مشاريع. برجع بقول سواء مشروع صغير او رياده اعمال او اختراع او ابداع او ابتكار، فكتير مهم هي الشغله انا اساويها. اثنين، انا كثير بيهمني انا بلش المشروع شو بده مهارات. ليست مهاراتي الموجوده هل تاك كافيه للمشروع؟ طب في عندي انا مهاره 2 3 هدول ما موجودين، في حدا يغطيهم؟ في انسات تمام من ذوي الاحتياجات الخاصه هي على كرسي ما بتقدر توصل، جابت شب سليم جابته وظفته يوصل، جابته يجيب لها بياخذ لها. طيب هي اخذت في مهاره معينه رب العالمين ام لا اياها، بس طبعا رب العالمين عادل فبيعطيها شيء اضافي، فوظفت حدا ثاني شغله معها. هذا تشوفه كثير كثير كثير، يعني اليوم من ذوي الاحتياجات الخاصه عندهم مشاريع ارقام كبيره وارقام مذهله، وبصير بازارات كامله لهم، فهن عن جد ناس رائعين. طبعا دخل الدول رقم فلكي. يعني انا مره مع دكتور ايهاب اسمندر كنا قاعدين، فقال لي انه عندنا بسوريا يمكن 60% من 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 الميزانيه الدوله هي من المشاريع الصغيره، هي تنميه تشغيل مشروعات صغيره، فرقم مذهل، رقم كبير. طبعا المشاريع الكثير كبيره اللي كثير عامه هي مشاريع بتكون محدوده، بتكون عليها خطر. ليش؟ لانه حيتان المال تحاول تفوت عليها. المشاريع الصغيره مثل ما بيقولوا بيتركوها. المشاريع الصغيره قائمه على حلول صغيره، وعمليا هي بتحسن حياه الناس، بتحسن حياه المحيط. وقتنا خلص بالسريع، معنا دقيقه، خلينا نذكر بس اكثر الاخطاء شيوعا عند اي حدا بده يقوم بمشروع، يعني بتلاحظوها بشكل عام لازم ما يوقع فيها من البدايه. رقم واحد الحلم، لا يحلم كثير، لا يتوقع كثير. اول شغله بيكون قاعد فبيحاكيني عن بيت وسياره رح ينشروا ب5 دقائق. لا، او يحسب الخساره قبل ما يحسب الربح. لا يحلم كثير، لا يتوقع، يرفع سقف توقعاته. 2 يحسب الخساره قبل ما يحسب الربح. 3 يبلش بخطوطه خطوه خطوه، ما يخطو خطوات كبيره، يقفز. تمام، يقفز قفزات انه انا بدي اخلص، بدي اختصر مراحل. لا تختصر مراحل، الرزق اذا قوى عليه بيحترق، ما بي يعني بده يتهدى الرزق، بده يستوي على مهل. 4 وكثير مهم، بلش بمحيطك بناسك، بلش سوق بمحيطك. 5 لا تفقد املك بمشروعك. حتلاقي شهر واثنين وثلاثه وسطيا من 4 ل6 شهور ليحصل اول عمليه بيع. حتشتغل 4 ل6 شهور وما حدا حيشتري منك، ما حدا حيقول لك مرحبا. بالشهر الاول اذا سالك 2 أو 3 انت رائع. اذا اشترى منك بعد 3 شهور 1 انت خرافي. تمام؟ بعدين حيصير دخل كثير كبير. المشروع بيطلع بشكل اسي، يعني 2 4 6 مو 1 2 3 4 5، 2 4 8 16 32. فمن ال 2 لل 4 قد من ال 1024 لل 2042. يعني اليوم حتربح 100 ليره، هي ال 100 ليره اكلت 10 ايام جهد منك وتعب ووقت،
نفسها رح تربح 200 ألف بعد سنة أو سنتين بنفس الجمعة. فبس استمر، حاول دائما تحط ظهرك سندك في مال أنت قادر تعيش منه، فخليك بوظيفتك، خليك بترتيبك، خليك بشغلك، خليك بمحيطك، لا تترك، وافتح مشروعك الخاص. وكل حدا يفتح مشروعه الخاص، أكد شو الشيء الموجود عندك، شو المشكلة اللي بمحيطك، وغطيها، عالجها، وإن شاء الله بتلاقي أثر، والأثر طويل، لا تستعجله أبداً 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 أبداً، وبتلاقي أثر. وطبعاً متى ما واحد فتح مشروعه حرفياً يتغير طعم الحياة بالنسبة له، علاقته مع المحيط بتتغير، علاقته مع ذاته بتتغير، علاقته مع عهارته بتتغير. بصراحة بصير بيشوف أكثر، بصير بيسمع أحسن، بيتعلم أسرع في كل شيء حرفياً. يعني اللي بالجامعة عم بتعلمه لح يبلش يصير له معنى لما نبلش مشروعي الخاص. أكيد، يعني معلومات جدا مهمة اليوم، نتمنى الكل يكون استفاد منها. بدنا نشكر وجودك معنا أستاذ مدرب التنمية البشرية سليم الكسم، شكرا كثير لك. تحياتي. شكرا.